جوا لا اخوي في كل مكان. كمل لي اخوي كتشي شي ما اخوي جواله في كل مكان عشيره مع اخوي في مشاش حنا معاه يعني لا قبل يوم وداد ضروري الوداد دي ان شاء الله بطوله اكثر باغي الماتش باغا اكثر باغي وسمعنا بصح تيقول لك ان المغرب فاسي غيعطيو الوداد الماتش واش كتشك لا لا ما كاين لا عطينا لهما حنا لا جايين نلعبوا على البالون حنا جايين ملي كون كنا عارفين غاش عطينا هذا الماتش غنبقاو نتفرجوا في التلفازه بحالنا بحال الناس كما كيدير شحال من واحد فهمتي خويا حنا جايين اخويا باش سيبورتيوا غنديروا اللي علينا راه هما غيديروا اللي عليهم غيلعبوا غيجيبوا 3 بوان على الله اخويا الجاي الشاي زباله اخويا مع طنجه طنجه دير مزيان طنجه شنو جيت طنجه دير بحال طياط خويا عندي واحد السؤال في حالة من الوداد ما حققوش البطوله هادي برا واحد الاحساس ديالكم نتوما خويا نبقاو فيدال كما قال لك وداد اخويا زعمن بدلت تونه توني ما نبدلوش والو فرق زوان حيت حنا كنسمعوكم في التيران كتغنيو كيف ما كان شي حاجه بحال هكا كان الحال نبقى فيه واخا شنو تقول للجماهير الوداديه اللي غتجي ديبلاسي دابا الفاس لا الجمهور اللي غايجي شنو تقولوا لهم جايين والفين ماشي غا هنا برا المغرب ماشي كاع البلايص ديما مولفين واخا شكرا اخويا إذن مشاهدي القناة نشوف دابا كيف ما تبعتوا معنا الجماهير الودادية متفائلة بفوز فريق الوداد على المغرب الفاسي وتحقيق اللقب هنا والاحتفال بدرع البطولة الوطنية مع الجماهير الفاسية وكيتسناو تعثر فريق الجيش الملكي أمام اتحاد طنجة. مشاهدينا الكرام وصلنا لنتيجة البث المباشر. قول جي ديكاس قول جي ديكاس أستاذ جي ديكاس بود الرومي ودبهد ميمو إلياس أكرم دري ولاد جامايكا كامل شكون هما هادو اسران هاد الراجل اسران خليه متخالي تيكو ما جاوش معاك رجعوني شي راجعوا شي ويدي ودرتي لهم ديديكاس بعدا ما عليك اسران مصر الله يرحم النادي الله يرحم النادي مسكين مات شاء الله الله يرحمه اخويا شكرا لكم الدراري تبارك الله عليكم الى اللقاء